طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله دلوقتي هنبدأ في مراجعة المحاضرة السابعة والثامنة والتاسعة، وهنبدأ إن شاء الله دلوقتي اللي هو ده طبعا الجزء بتاع الرياكت. أول حاجة بيقول لك جافا سكريبت لايبراري فور بيلدينج يوزر انترفيسز، وطبعا مينتين باي فيسبوك، اللي دي على طول الرياكت طبعا. رياكت allows to create reusable UI components. يعني ايه reusable UI components؟ يعني معنى كده ان انا لو عملت component اقدر استخدمه اكتر من مرة، عدد لا نهائي من المرات، يعني براحتي اللي انا استخدمه اكتر من مره في اكتر من مكان في الابلكيشن. يعني ممكن يبقى عندك مثلا ناف بار كومبوننت تستخدمه في اكتر من مكان عندك في الايه في الابلكيشن مثلا. وطبعا هي بتمثل الفي في الام في سي، اللي هي الفيو، اللي هي الحاجه اللي اليوزر بيعمل معاها انتر اكشنز، تمام، او الحاجه اللي بتظهر لليوزر وبيتفاعل معاها. يعني رياكت جي اس طبعا اوبن سورس، زي ما انا كنت قلت هي موجوده على جيت هاب، كومبوننت بيزد، يبقى هي بتعتمد على الكومبوننتس. وي فرونت اند لايبراري ريسبونسبل اونلي فور ذا ايه فور ذا فيو لاير، يبقى طبعا ده هيبقى ترو. الرياكت تستخدم ديكلاريتيف بارادايم، يعني الديكلاريتيف بارادايم بتخلي الموضوع سهل اللي انت تعمل ايه، اللي انت تعمل ديباج مثلا، اللي يبقى فيه مرونه، بحيث الكومبوننت بيبقى كل كومبوننت مثلا عباره عن كلاس، وكلاس له مثلا لايف سايكل ميثود اللي هو بيبدا امتى، بعد ما بتعمل له ريندر، بعد مش عارف كذا. اللي يبقى الفكره الايه الديكلاريتيف بارادايم ده بتخلي الموضوع افيشنت، مرن معاك جدا وفلكسيبل، تقدر تستخدم الكومبوننت اكتر من مره، تقدر ان انت تبعت له بروبز مختلفه في كل مره وهكذا. يعني مثلا ممكن مره تبعت زي ما نشوف مثلا في المثال قدام كمان شويه، اللي هو ممكن مره تبعت للكومبوننت داتا، تمام، يبقى كده هيتعرض بشكل، ومره تبعت له داتا تانيه فهو كده يتعرض بشكل تاني. يعني قصدي ان بيبقى فيه موضوع فلكسيبل معاك. يعني React design simple views for each state in your application، يبقى هو كأنه بيعمل ايه عبارة عن view. ال view ده هو بيتغير على حسب الايه، على حسب ال state بتاعت الايه بتاعت ال component. يعني زي ما احنا كنا شفنا في الايه في مثلا ال clock اللي احنا كنا عملناه، اللي هو كل ثانية كان ال component او الجزء ده هو بايه بيتحدث، تمام. يبقى هي بتكريت الفيوز لكل ستيت عندك في الابلكيشن، ما بيبقاش حاله واحده بس، لا بيبقى مجموعه حالات بتتكرر او بتتغير، وطبعا التغير دوت بيبقى ان ريال تايم. يعني يبقى هنا طبعا هيبقى ترو. ان رياكت ذا ديكلاريتيف فيو ميكس يور كود مور بريدكتبل وايزير تو ديباج، زي ما انا كنت قلت من شويه، بيخلي الموضوع اللي هو انت بيبقى سهل عليك ان انت تعمل ديباج، اللي هو مثلا لو حصل فيه مشكله في كومبوننت ما، هتعرف ان في عندك مثلا حصل مشكله في كومبوننت الفلاني، هتروح تحل المشكله فيه، هتلاقي مثلا في مشكله في الستيت وهكذا، مش كل الكود مثلا داخل في بعضه كده. رياكت ابلكيشنز ميد اوف اوف مالتيبل كومبوننتس، يبقى طبعا عباره عن مجموعه كومبوننتس، تمام، تقدر تستخدمها وتعمل لها ريوز، تستخدمها اكتر من مره. components in React cannot be nested، طبعا غلط، false، ده ممكن يتعمل لها nested. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان انا ممكن يكون عندي parent component وجواه مجموعه من ال child component، وهنشوف عليها مثال ان شاء الله في اخر مثال خالص. رقم 10 developers realize that the DOM is slow، زي ما اتفقنا ان اصلا ليه احنا عملنا حاجه زي ال virtual DOM، علشان ال DOM دي كانت بطيئه، اللي انت ان البراوزر يعمل ال DOM كل مره على كل تعديل، فالموضوع ده كان بياخد وقت. اما ال virtual DOM طبعا الموضوع بيبقى بسيط، هو عباره عن جافا سكريبت اوبجكت اصلا، وبالتالي الدوم فعلا سلو بالمقارنه بالاي بالفيرتشوال دوم. الدوكيمنت اوبجكت موديل طبعا عباره عن ابلكيشن بروجرامنج انترفيس اي بي اي، واتكلمت عليها اكتر من مره، اللي هي طريقه عشان تتعامل مع او تعمل موديفاي واكسس لل اتش تي ام ال اليمنتس. ديفاينز لوجيكال ستراكشر اوف دوكيمنتس، اللي بقى ترتيبه من الاي من الدوكيمنتس، وطريقه علشان انت تقدر تاكسس الدوكيمنت وتعمل مانيبيوليت للعناصر وهكذا، اللي بقى طبعا ده اسمها ايه الدوكيمنت اوبجكت موديل اللي هي الدوم. رقم 13 بيقول لك دوم از تري لايك ستراكشر. تري لايك ستراكشر زي ما اتفقنا ان هي بتكون ايه متقسمه كده بشكل هيراركال، اول حاجه الروت، وبعدين مثلا بيبقى فيه الهيد، وبعدين بيبقى فيه البادي وهكذا، يبقى ده طبعا هيبقى ترو. 14 دوم بروفايز لانجويج ديبندنت انترفيس، ركز قوي في الكلمه دي، هل الدوم معتمده على لغه معينه ولا لا؟ طبعا غلط. ليه؟ هي لانجويج نيوترال، يعني بشكل محايد، انت ممكن تاكسسها عن طريق اي لانجوج، تمام، مش بتطلب منك اللي انت مثلا تاكسسها عن طريق جافا سكريبت بس، لا انت ممكن اللي انت تاكسسها عن طريق اي لغه انت حاببها، يعني طالما هي سكريبتنج لانجوج، وطالما هي طبعا كلاينت سايد. اما مش شرط ان هي ايه تكون مثلا معتمده على لغه معينه او معتمده على امبلمنتيشن معين، لا هي لانجوج نيوترال، يبقى طبعا هنا هيبقى غلط، تمام. ديبندنت يعني هي كده معتمده على اللانجوج، وده طبعا غلط، هي المفروض ان هي مستقله تماما عن اي لغه، تمام.
طيب before virtual DOM each time an update was made لل DOM كان البراوزر محتاج اللي هو يعمل recalculate و repaint لكل ال view، يعني كل تغيير كان بيحصل لل DOM البراوزر كان المفروض يعمل ايه، يعيد تاني بناء ال DOM من اول وجديد. وطبعا الموضوع ده هو كان بياخد وقت كتير، عشان كده احنا عملنا الايه ال virtual DOM. يبقى ال virtual DOM كان بي refer to as a copy of the actual DOM، بالظبط ده صح، اللي بقى هو عبارة عن نسخة من ال DOM تمام، وبنعدل عليها اهو. ال virtual DOM بيبقى فيها ال updates بتاعت اليوزر، وبعدين بنعمل ريفلكت على الايه على الاوريجينال دوم. رقم 18 بيقول لك رياكت امبلمنتس ا فيرتشوال دوم، والفيرتشوال دوم دي عباره عن ايه؟ عباره عن دوم تري ريبريزنتيشن بي جافا سكريبت، يعني هي عباره عن جافا سكريبت اوبجكت تمام، بدل ما هو كان دوكيمنت اوبجكت موديل، لا يعني او كان عباره عن دوكيمنت اوبجكتس، لا هو بقى ايه مجرد جافا سكريبت اوبجكتس، وهي شيب تو كرييت اصلا ماشي. اللي رقم 19 بيقول لك، اللي طبعا 18 هتبقى ترو. رقم 19 فيرتشوال دوم ويل تراي تو فايند ذا موست افيشنت واي، يعني لما هي تيجي بقى تقارن ما بين، مش احنا اتفقنا ان فيرتشوال دوم بيبقى فيها الابديت صح اللي اتعملت، فهو بقى لما يجي يقارنها بالدوم بيشوف افضل طريقه يعمل بيها ابديت وبيعملها. يعني هو بيبدا يقارن، بيشوف مثلا بدل ما يعمل ابديت لكل الدوم بيشوف الجزء اللي اتغير هو ايه وبيروح بس يغيره تمام، ما بيعملش ابديت لكل الدوم زي ما كان الايه البراوزر بيعمل قبل الفيرتشوال دوم. اللي بقى unlike browser DOM elements React elements are plain objects and are very expensive to create، طبعا غلط، المفروض اللي هي very cheap، ان الـ ان الـ elements بتاعت React هي عبارة عن objects عادية وبالتالي مش مكلفة، مش هتبقى حاجة مهمة معقدة، لا هي هتبقى cheap to create اللي هو ما بتاخدش resources كتير وبتاخد وقت قليل اصلا. اللي بقى ده طبعا هيبقى false عشان هو هنا عكس، هو هنا جايب expensive. 21 بيقول لك takes care of updating the DOM، طبعا او المسؤول عن اللي هو بيعمل render لل HTML elements مثلا على الدوم هو ال React DOM. اتفقنا ان ال React DOM دي عبارة عن package بيديك شوية methods خاصة بال A B الدوم زي render وغيرها يعني. طيب طبعا علشان انت تعمل install او عشان تشغل ال React لازم يكون عندك النود جي اس ران تايم، ولازم يكون عندك الام بي ام باكج مانجر، وعلى فكره الام بي ام بينزل اصلا مع النود تمام، اللي بقى طبعا هو ايه بوث. النود جي اس ران تايم دوت دي انفايرمنت بيئه بس عشان تقدر تشغل اللي هو الرياكت، والام بي ام باكج مانجر عشان تقدر تتعامل مع الايه الرياكت ابلكيشن مثلا. يعني مثلا باستخدام الام بي ام دلوقتي انا عملت انستول للايه للرياكت بويلر بليت اللي هو كانها الحاجه البدائيه، كانها عارف اللي هو البويلر بليت يعني الشكل البدائي اللي هو الشكل اللي احنا عملنا له انستول هنا ده ماشي. وبعدين طبعا بعد ما انت بتنزل البويلر بليت اللي هو اسمه كرييت رياكت اب، تقدر تعمل اللي انت ايه بقى عن طريق الكوماند اللي هو الاداه اللي هي create react app، وبعدين اسم الايه react application اللي انت عايزه، فهو كده بيعمل لك الابلكيشن الجديد بتاع الايه الرياكت اللي انت طلبته. طبعا الفيجوال ستوديو كود ده عباره عن اي دي اي، تقدر طبعا مش خاصه بس بالرياكت، هي خاصه باي لغه عموما مثلا للويب، ممكن كمان للبايثون حاجات من دي. index.html file have a div element with id بيساوي root، ايوه شوف كده هنا الاندكس اتش تي ام ال اللي هو في الرياكت بويلر بليت الحاجه اللي احنا بدانا بيها، بيبقى دايما فيه اللي هو ديف الاي دي بتاعه بروت، واي حاجه بيتعمل لها ريندر عن طريق الرياكت شوف كده بيعمل ايه، عن طريق الرياكت دوم مش احنا كنا بنعمل ريندر، شوف كده احنا بنعمل ريندر فين بالظبط، في اي مكان في الايه في الروت دهوت، يبقى كل الكومبوننتس بيتعمل لها ريندر فين في المكان ده تمام، في الجزء ده اللي هو الاي دي بتاعه بروت. والاي دي بروت ده على فكره انت ممكن تغيره مفيش مشكله، ولكن الكونفنشن يعني متعارف عليه ان انت تسميه روت ماشي. طيب تو ستارت ذا ديفلوبمنت سيرفر، طبعا انت بتقول ام بي ام ستارت علشان تبدا الايه الديفلوبمنت سيرفر بتاعك، وتقدر ان انت تعمل مثلا ديباج بقى وتشوف ناتج الكود والكلام من ده. جي اس اكس طبعا جافا سكريبت اكس ام ال، وبدل ما انت بتستخدم ريجولر جافا سكريبت رياكت كود بيقول لك اللي انت الافضل اللي انت تستخدمه بالجي اس اكس تمام، علشان انت تخلي كل حاجه في نفس المكان بدل ما كل حاجه منفصله عن الثانيه، زي ما اتفقنا ان الجي اس اكس لا هي اتش تي ام ال ولا هي جافا سكريبت، يبقى هي نايزر لا دي ولا دي ماشي. ولكن هي تقدر نقول اللي هي شبه الاتش تي ام ال وبتستخدم فاريبلز زي الجافا سكريبت، ولكن هي لا هي ايه لا هي كده ولا هي كده. GSX is basically a syntax extension of regular JavaScript، يبقى كأنها امتداد للإيه للجافا سكريبت. وزي ما اتفقنا احنا ممكن نستخدم GSX عشان نستور HTML markup،
زي ما احنا كنا عملنا هنا، اللي احنا خزننا مثلا المارك اب ده اللي هو الاتش 1 في الفاريبل اللي اسمه element. ماشي، React embraces the fact that rendering logic is inherently coupled. يعني ايه؟ يعني هو بيقول اصلا احنا ليه نستخدم جي اس اكس، علشان المفروض اللي احنا نخلي فكرة ان الكومبوننت يتعمل له ريندر، وفكرة اللوجيك بتاعه ذات نفسه اللي هي الستيت وكل الكلام ده، المفروض الافضل اللي هم يبقوا في مكان واحد. يعني زي هنا مثلا الكومبوننت ده كله في مكان واحد، اللي هو مثلا الستيت، البروبس اللي هي البروبابيلتيز الخاصة بيه، ونفس الكلام المارك اب ليمت. كده خليت كله في ايه، في مكان واحد، بدل ما كل حاجة منفصلة عن التانية. 34 بيقول لك instead of artificially separating technologies by putting markup we logic، نفس الكلام اللي احنا بنقوله، احنا بنخلي كله في units يعني كلهم في مكان واحد، يعني اللي هو بنسميه اليونتس، ودي بتبقى اسمها الايه الكومبوننتس. عشان كده اصلا الرياكت عباره عن ايه، كومبوننت بيزد، يعني معتمد على كومبوننتس. رياكتس ريكواير يوزنج جي اس اكس، ده غلط زي ما اتفقنا، هو الافضل اللي انت تستخدم جي اس اكس. ماشي، ولكن مش شرط يعني. ماشي، يعني ده شد، يعني هو بيقترحه، حتى الدوكيومنتيشن بيقترح عليك تستخدم جي اس اكس، ولكن ممكن تستخدم ريجولار جافا سكريبت عادي يعني. وبالتالي هنا يبقى فولس، عشان هو بيقول لك ان ريكواير، وده غلط. جي اس اكس allows React to show more useful error. طبعا جي اس اكس بيخليك اللي هو بيظهر لك الايرور بتبقى ليها معنى اكتر. ممكن احيانا في ايرورز مثلا في الجافا سكريبت ما بيكونش ليها معنى قوي، لو حد جرب يكتب كود بجافا سكريبت كتير هيكون فاهم انا قصدي ايه، اللي هو ممكن يجي له ايرور مثلا هو مش عارف يعمله ديباج، مش فاهم هو ده ايه اصلا. تمام، الجي اس اكس ده اسرع من الجافا سكريبت، علشان طبعا الجي اس اكس يا جماعه بيتعمل لها ريندر في الاخر ليه، او مش بيتعمل لها ريندر، سوري، بيتعمل لها ترانسليشن، او بيتعمل لها كومبايلنج للجافا سكريبت. يعني هي في الاخر اصلا كل حاجه بيتعمل لها ترانسليت في الاخر ليه ريجولر جافا سكريبت، ولكن عمليه الترانسليشن بتعمل اوبتمايزيشن، بتعمل تحسين للكود اللي انت كتبته، بتشوف افضل طريقه للتحويل للريجولر جافا سكريبت هي ايه. وبالتالي طبعا ده بيخلي الجي اس اكس اسرع من الاي من الجافا سكريبت، عشان عمليات الاوبتمايزيشن اللي بتتم عن طريق الايه اللي هو الحاجه اللي بتعمل ترانسليت او كده. طبعا مش هدخل في التفاصيل خالص دلوقتي. In JSX in React we are allowed to use normal JavaScript expressions جوه ال JSX، طبعا عن طريق ال curly braces اهي. يبقى انت بتستخدم JavaScript expression عادي، ممكن تقول if statement، ممكن تقول اي حاجة عن طريق الايه ال curly braces. JSX allows us to use attributes with the HTML elements just like we do with normal HTML. بالظبط، انت ممكن بالفعل اللي انت تستخدم attributes عادي، ولكن هو قال لك اللي انت ممكن تستخدمها او اللي انت بتستخدمها بالكامل case، علشان احيانا بيبقى فيه reserved words مثلا زي ال class، وبالتالي مش هينفع تستخدمه زي ما هو، وبالتالي بتخليه كامل كيس، اللي هو مثلا بتقول كلاس هنا عادي تمام كله سمول، وبعدين ايه بيخلي هنا النيم مثلا تبقى ايه، تبقى كابيتال. يبقى بيبقى فيه اختلاف شويه في الاتريبيوتس بتاعت التاجات، علشان ما تكونش ايه، ما تاخدش اسم محجوز، او ما تاخدش قصدي كيورد محجوزه بالنسبه للايه للجافا سكريبت. ماشي، رقم 42 بيقول لك you may use quotes to specify string literals as attributes. يعني انت ممكن تستخدم اللي هو الكوتس طبعا عشان تحدد ان ده ايه اتريبيوت اهو. تمام اهو، زي هنا مثلا. ماشي، اللي هو هنا اهو المثال ده. We wrapping children with JSX is done by wrapping all the stack under a parent tag. يبقى لو انت عندك دلوقتي مثلا اكتر من حاجه، وعايز يعني عايز تخلي مثلا ايه، اقول لك حاجه، انت دلوقتي عايز تخلي الكلام ده كله، عندك ثلاث تاجات مثلا وعايز تخليها كلها ايه في فاريبل واحد اللي هو element. لو انت عملتهم كده من غير ما تحطهم في parent tag هيبقى معاك error، مش هينفع. لازم الاول تحطهم في parent tag، وبعدين ايه تحط كل حاجه كانها ايه كانت child. يبقى انت بتكاري الاول ايه dev tag تمام، وتحط كل الايه children جواه. ماشي، طيب رقم 44 اللي بقى طبعا هيبقى 43 هيبقى ايه true. رقم 44 بيقول لك all of the sub tags، السب تاجز في الحاله دي اسمها ايه children تمام، children دي البيرنت تاج. React DOM دي عباره عن باكج provides ايه بقى، طبعا عباره عن او بتجيب لك DOM specific methods. يبقى لو حد تسرع في السؤال ده هوت، فهو ممكن يختار بي، مش هياخد باله ان في عندك بي اند سي. ما هو يا جماعه الدوم سبيسيفيك ميثود هي نفسها ال HTML دوم اي بي اي، اللي هو مش احنا اتفقنا ان الدوم ديت عباره عن ايه، عباره عن ابلكيشن بروجرامنج انترفيس بيسمح لي ان انا اوصل لل HTML elements. وبالتالي الدوم سبيسيفيك ميثود او ال HTML دوم اي بي اي يبقى هما الاثنين طبعا بيبقى صح تمام، اللي هو هما الاثنين اصلا اللي هو بيجيب لك ميثودز خاصه بالتعامل مع مين، مع الدوم وكده، اللي هي الدوكيمنت اوبجكت موديل.
رقم 46 بيقول لك React DOM provides the developers with an API containing number of methods. يبقى زي ما اتفقنا ان الباكج اهي بتجيب لك اكتر من ميثود ممكن تستخدمها، اهمهم طبعا هو الريندر اللي انت بتقدر اللي انت ترندر مثلا جزء من ال HTML ولا حاجه او كومبوننت او كده. يبقى هو هنا بيقول لك الريندر فانكشن بنستخدمها، ممكن نعمل ريندر ل React component، ممكن يبقى فيه اكتر من component ولكن لازم كلهم يبقى جوه component واحد parent component يعني، او ممكن طبعا نعمل حاجة زي ايه div element بسيط يعني. ماشي. طيب رقم 48 بيقول لك render function uses efficient method for of React for updating the DOM. يبقى زي ما احنا اتفقنا ان method اللي هي render دي بتستخدم طرق علشان تعمل update، يعني لما مثلا ال state بتاعت ال component تتغير. يعني ايه؟ يعني لما يبقى في الكومبوننت محتاج دلوقتي يتعمل له ريندر تاني، فهو علشان بقى الريندر فانكشن دي بتستخدم طرق اوبتمايزد اللي هي تحاول تخلي ان الابديت دهوت بيبقى ايه بشكل افيشنت، ما يستهلكش مثلا ريسورسز كتير، ما يستهلكش وقت كتير وهكذا. وزي ما احنا كنا شفنا ان لما احنا جينا نغير في الكلوك كومبوننت اللي هو الساعه اللي احنا كنا عملناها، الجزء بس بتاع الكلوك ده هو اللي اتغير، مش كل الايه مش كل الدوم. ماشي. طيب بيقول لك هنا knowing the syntax of render function، يبقى معرفتنا بيه السنتكس بتاع الريندر فانكشن اللي هو الرياكت دوم دوت ريندر وبعدين بنديله الاليمنت والكونتينر والكول باك. هيبدا يسالني طبعا على كل ارجيومنت فيهم. اول حاجه الاليمنت البارامتر ده هو يا اما جي اس اكس اكسبريشن يا اما رياكت اليمنت او اللي هو كومبوننت، يبقى طبعا بوز، يبقى ممكن جي اس اكس اكسبريشن او رياكت اليمنت الاثنين. طيب الكونتينر ده عباره عن ايه؟ طبعا هو البارامتر بيكسبت اللي هو الكونتينر اللي احنا اللي هيتعمل فيه الريندر. يعني لاحظ هنا مثلا انا هنا كنت قلت ايه، انا هنا اللي هو ده كان تاني argument اللي هو ده بيقول المكان اللي انا هعمل فيه الريندر اللي هو الروت. فاكر لما انا قلت لك هنا ان هنا كل الكومبوننتس هيتعمل لها ريندر في المكان ده صح، اللي هو الاي دي بتاعه بروت. وبالتالي تاني argument عندي اللي هو الكونتينر اللي هيتعمل جواه الايه جواه الريندرنج اللي هي ريندرنج للكومبوننتس يعني. الكول باك ده هي دي اوبشنال بارامتر، يعني ممكن تكتبها ممكن ما تكتبهاش، زي مثلا احنا هنا ما كتبناهاش عادي، ما كانش فيه هنا ثيرد كومبوننت، سوري ما كانش هنا فيه ثيرد ارجيومنت، يعني براحتك تكتبها او ما تكتبهاش. وده هي الكود اللي فيها بيتنفذ اول لما الريندر تخلص. يبقى لو في انت عندك مثلا كود المفروض يتم اول لما الحاجه ده تتعمل لها ريندر في الايه في اللي هو الديف دي. لو انا بقى عايز الكومبوننت دهوت مثلا يحصل له حاجه معينه اكسكيوت statements معينه، فانا ممكن اعمل ايه هنا كول باك اللي هو الارجيومنت الثالث، تمام، اللي هو فانكشن وبعدين بقول كده هنا بالشكل ده وبقول اي حاجه بقى انا حاببها هنا. طبعا دي حاجه اسمها anonymous function، مش علينا مش هدخل في التفاصيل قوي. يبقى دي الكول باك ده طبعا دهوت اوبشنال وبيبقى فيه الكود هيتنفذ اول لما الريندر ايه يخلص. يبقى once the render is complete يبقى اول لما الريندر يخلص يعني. طيب رقم 52 smallest building blocks، طبعا هو عباره عن الاليمنتس، محدش يقول لي components، لا اصغر حاجه خالص هي الاليمنتس. ماشي. element describe what you want to see on the screen، الحاجه اللي انا عايز اشوفها على السكرين، يبقى طبعا هيبقى true. رقم 54 almost convention، اللي بقى زي ما اتفقنا اللي هو متعارف عليه ان اللي يبقى الديف اللي انا بعمل جواه جوه كل او بخلي كل components تعمل لها render جواه يبقى اسمه يا اما root يا اما app، تمام. ولكن طبعا متعرف عليه اكتر في الرياكت هو الايه اللي هو روت يعني. ماشي. اللي هو يبقى اسمه روت. طيب يبقى طبعا هيبقى ترو. رقم 55 بيقول لك رياكت elements ار immutable once يو كريت ان element. خلي بالك ما تحفظش حاجه، لو حد حافظ مثلا حاجه فهيقول اه رياكت elements ار immutable، هيقوم عامل ترو. هو فعلا رياكت elements ار immutable، هو ما غلطش ولكن هو ما قراش الجزء الثاني من الكلام. Once you create an element، أول لما أنت تبني element you can change its children or attribute. هل معنى اللي هو يكون immutable اللي أنا أقدر أغير في ال children أو ال attributes بتاعت ال element دوت؟ طبعا غلط، تمام. يبقى you can't، المفروض اللي هو إيه you can't. يبقى طبعا محدش يحفظ حاجة معينة ومحدش يتسرع في الموضوع، يبقى اللي هيغلط في السؤال دوت يا إما هو تسرع جدا يا إما هو مكملش باقي الجملة يا إما هو حافظ حاجة معينة، تمام. في الغالب هيكون كله متسرع يعني اللي هو ده حاجه طبيعيه. ولكن زي ما انا قلت انا جايب السؤال ده على فكره مخصوص ومكمله للاخر كده وحاطط كمان ده تحت خط علشان ايه اقول بس يا جماعه اللي هو كل واحد يقرا السؤال للايه للاخر. element is like a single frame in a movie، زي ما احنا اتفقنا هو عباره عن كاننا بنتفرج على فيلم، تمام، والelement دوت عباره عن صوره من الفيلم دوت في وقت معين.
تمام، فالثانية اللي بعدها ممكن يتغير، فساعتها احنا هنعمل ابديت للايه، لليو اي، ماشي؟ يعني قصدي ان هو الالمنت دوت مش بيفضل ثابت، لا هو الستيت بتاعته بتتغير، ماشي؟ طيب note that calling the render method multiple times may serve our ايه ده؟ يعني ده حاجة ده مش سؤال يعني. طيب which of the following statement is true about components؟ خلينا نشوف الحاجات اللي صح هنا في بالنسبة لل components. أول حاجة اللي احنا بنقدر طبعا اللي احنا بنسبلت ال UI كأننا بنفصله، اللي بقى reusable pieces كأننا بنفصله وقطع ممكن نستخدمها أكتر من مرة، يبقى دي صح. طيب components are like JavaScript functions، اللي بقى ممكن تكون عاملة كأنها JavaScript function عادي، اللي هو الطريقة الأولى. أول نوع من الكومبوننت اللي هو كان function based، اللي هو function based يعني هو معتمد على ال function، يبقى ده صح مفيش مشكلة. components in React basically returns a piece of JSX code which tells which tells the screen مثلا what should be rendered، يبقى هو كأنه هو الكومبوننت دوت بيقول الحاجة اللي المفروض يتعمل لها render. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى كده أهو، ده مثلا ايه الكومبوننت دوت بيقول الحاجة اللي المفروض يتعمل لها ريندر على السكرين، اللي هو مثلا شوية الايه التاجات دهيت وشوية البروبابيلتيز دي وهكذا، ماشي؟ طبعا احنا هنبص بص على الكود ده ان شاء الله. رقم 59 بيقول لك اللي بقى طبعا هنا 58 هيبقى all of the mention، اللي بقى كل ده كان صح بالفعل. رقم 59 React we mainly have two types of components which are functional component و class component، طبعا هيبقى true. ال function component are simple type، ده أبسط حاجة خالص function، وهي عبارة عن جافا سكريبت functions عادية جدا. 61 بيقول لك function is valid React component because it accepts single props. ركز معايا هنا ان props ده هي دي object، يعني ركز معايا هنا ان ده هنا مثلا ده عبارة عن ايه اللي هو props دي عبارة عن ايه، دي عبارة عن object، تمام؟ object في مجموعة من ال attributes، وبالتالي انت لما تباصي الحاجة هنا انت بتباصيها على انها ايه، على انها object مش array، يبقى هنا طبعا هتبقى object. 62 class components are a little more complex، طبعا class بيبقى معقد شوية وبيبقى يقدر يعرف ال classes التانية ويقدر يباصي مثلا من class للتاني وهكذا، ماشي؟ يبقى ال functional components are not aware about other components، يعني هما ما يعرفوش أصلا بوجود ال components التانية. ده برضو السؤال ده كان في بنك بنك الأسئلة اللي هو اللي هو ال functional components ما بيكونوش عارفين ال components التانية، أما ال class components بيكونوا عارفين طبعا إن في components تانية وبيقدروا كمان اللي هم يبعتوا مثلا data، يبعتوا probabilities وهكذا، اللي هو يقدروا يتواصلوا مع بعض يعني بشكل أو بآخر. طيب نخليها بقى في الفيديو الجاي ولا إيه؟ تمام كده.